بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة، رحب بكم مرة أخرى في فضاء قبة الرياضة بالمنزه في هذه النقطة الإعلامية الأخيرة والمخصصة للتصريح بنسب الأقبال شبه النهائية بعد غلق جميع مراكز ومكاتب الاقتراع للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية إلى حد 4 فبراير 2024. إذن الساعة السادسة تم غلق جميع مراكز ومكاتب الاقتراع، وتم تسجيل تصويت 520,303 مواطن ومواطنة تونسي وتونسية بنسبة اقبال قدرها 12.44%، وهي نسبة الاقبال الرسمية وشبه النهائية، على اعتبار ان النسبة الرسمية سوف يتم التصريح بها في الندوة المخصصة للاعلان عن النتائج الاولية للدور الثاني. هذه النسب تتوزع كالآتي: 35% من المصوتين هن من الإناث، و 65% من الذكور. وبالنسبة لتوزيع المقترعين حسب الفئات العمرية، 21% من المصوتين هم من الشباب دون 36 سنة، 51% من المقترعين هم من الفئة العمرية 36-60 سنة، و 28% من المقترعين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة. سجلنا سيداتي سادتي أيضا تفاوت في نسب الأقبال حسب الولايات، وبالنسبة للولايات الأكبر من حيث نسب الأقبال هي ولاية سيدي بوزيد بنسبة أقبال قدرها 26%، ربع المسجلين في ولاية سيدي بوزيد تحولوا إلى الصناديق هذا اليوم. تليها ولاية زغوان بنسبة 22.2%، ثم ولاية القصرين بنسبة 21.8%، ثم ولاية المهدية بنسبة 20.5%. هذا بالنسبة للولايات التي تصدرت ترتيب نسب الأقبال. هناك أيضا ولايات كانت أدنى من النسبة الوطنية، وهي خاصة ولاية أريانا بنسبة 4% فقط، ولاية تونس 5.1%، وولاية بن عروس 6.4%. شكرا لكم مرة أخرى سادة الصحفيين والإعلاميين مشاهدين على القناة الوطنية الأولى على حسن متابعتكم لأشغال مجلس الهيئة كامل هذا اليوم. طبعا إن شاء الله انطلاقا من هذه الليلة سنقوم بتجميع النتائج من جميع هيئاتنا الفرعية الموجودة في كامل ولايات الجمهورية، حيث تريدنا تباعا محاضر التجميع، وإن شاء الله سوف يتم تحديد موعد رسمي للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الدور الثاني. مرحبا بكم مرة أخرى، وعلى ذمتكم إذا كان فما سؤال أو استفسار. شكرا. تفضلوا سادة الحضور إذا كان فما سؤال أو استفسار. مرحبا بكم. عايدة الهجري، وكالة تونس إفريقيا للأنباء. السيد رئيس الهيئة، اليوم عندنا 520,000 نسبة المشاركين في الانتخابات من بين أكثر من 4 ملايين مشارك في انتخابات محلية ميزتها القرب سواء بين الناخبين والمترشحين، واساسها التواصل المباشر. لكن يبدو انه هذا يعني المجهودات هذه الكل واللي عملتها هيئه الانتخابات ووسائل الاعلام وكل الاطراف المتدخله لم تنجح بالحد المطلوب في تحفيز الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع. هنا نسال، هل حسب رايكم هل هذا يعود الى عدم وضوح صلاحيات ومهام المجالس المحلية التي ستنتخب وسيتم تركيزها في القريب العاجل، خاصة نعرف أنه يبدو أنه ما فمش قانون ينظم ويحدد صلاحيات ومهام المجالس المحلية، أو هو رجع إلى قرب المواعيد الانتخابية؟ تقريبا في سنة ونصف نحن يعني مرينا بخمسة مواعيد انتخابية: استفتاء على الدستور، ثم انتخابات تشريعية في دورة أولى ودورة ثانية، ثم انتخابات محلية في دورة ثانية، دورة أولى ودورة ثانية. واليوم نسأله هل هيئة الانتخابات عندها برنامج أو تفكير في أنها تعيد النظر بالاشتراك مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية لتحفيز الناخبين على التوجه خاصة إلى صناديق الاقتراع، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية هذه السنة. وشكرا. شكرا. تفضلوا سيدات وسادة. تفضل الأخ.
شكرا محمد رضا البقلوتي. انا في الحقيقه هي ملاحظه حسب متابعتي للعمليه الانتخابيه. طبعا هنا دور الهيئه متواصل لابد من دعمه. دائما اؤكد على دور مختلف المتدخلين كذلك المجتمع المدني، لانه فعلا حسب ما ريت اليوم اللي الاقبال ربما نعتبره محدود لكن يمكن تداركه فاش في إضافة التحسيس والتوعية. كذلك ماذا بيا الأخيان اللي هم مسؤولين في المكاتب يكونوا أكثر لربما تفاعل مع الإعلاميين ومع الملاحظين، لأن وريت اليوم بعض لربما ما نقولوش تجاوزات أما بعض ربما المعاملة اللي هي لابد أن ترتقي إلى مستوى كبير وكبير جدا، لأنه إحنا كمجموعة وطنية يلزمنا نشهو المسار الانتخابي. مع الشكر. شكرا. اسكندر العلواني قناة التاسعة. سؤالي الأول، هل سجلت الهيئة العليا المستقلة الانتخابات مخالفات انتخابية ترتقي إلى جرائم انتخابية؟ السؤال الثاني، هل هناك مرحلة تقييمية لما بعد الانتخابات خاصة في تحفيز الناس على الإقبال على الانتخابات أو قراءة وتصورات أخرى اتصالية مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع المدني، يعني بمنطق تشاركي مثل ما كانت العادة وليس بمنطق الفوقية؟ وشكرا. شكرا. أحيل الكلمة للزميل الأستاذ المنصري والزميلة الأستاذة العبروقي للإجابة على بعض الأسئلة. شكرا. في خصوص نسب المشاركة، توا ثابت وأنه بعد المسارات الانتخابية اللي صارت خاصة منذ الاستفتاء الأرقام أصبحت رسمية تقريبا. الاستفتاء 32% يعني 3 ملايين مواطن تونسي مشى وقام بالتصويت. في الوظيفة التشريعية، في الجانب الوظيفة التشريعية معناها انتخابات التشريعية بصفة عامة، الغرفة الأولى في دورة أولى ودورة ثانية النسب كانت 11%، 11.4%. الانتخابات المجالس المحلية اللي هي للغرفة الثانية بدورتيها الأولى والثانية نفس النسبة اللي هي 11.4% و12.4%، يعني وأنه اهتمام الناخب التونسي بالانتخابات التشريعية بصفة عامة هي في حدود 12%، يعني بعملية حسابية تقريب 1,100,000 تونسي أظن هم المهتمين بالانتخابات التشريعية. هذه أرقام رسمية حاليا. قارنوها بالاستفتاء تقريبا في حتى من حيث الزمن ماهوش بعيد برشا على بعضه، نفس الاستراتيجية وقاع استعمالها. بالعكس يمكن الهيئة قامت زاد دعمت الاستراتيجية بتاع التحسيس بصفة عامة. ما نتصورش ثم مواطن تونسي ما عندوش علم بموعد بتاع الانتخابات على خاطر هبطنا حتى للميدان. كي نرجعوا حتى شويه بالتاريخ من سنه 2011 الجسم الانتخابي في تونس تقريبا في حدود الثلث هو المعني بالحياه السياسيه بصفه عامه وبالانتخابات بصفه خاصه. اكثر شيء لاحظناه في الانتخابات الرئاسيه هو مشاركه 3,700,000 تونسي اظن هم اللي شاركوا فعليا في المسارات الانتخابيه، معنا اكثر حاجه سجلناها هي 3,700,000 اظن هم المهتمين بالشان العام. نجم تطلع شويه النسبه تهبط شويه، نجم يمشوا 2 ملايين في البلديه تمشوا 1,700,000 في الرئاسيه وصلوا مشوا 3,700,000 في الاستفتاء مشوا 3 ملايين. هذه هي النسب، يعني تختلف مش مشكله نتاع هيئه قصرت، لا مش صحيح. قمنا بكل ما يلزم من عمليات التحسيس واكدت انه هبطنا حتى للميدان. نسب الارقام هي قدامكم موجوده ثابت انه النوعيه نتاع الانتخابات معناها عندها تاثيرها على نسب الاقبال، هذه ثابت. الفرق ما بين نوعيه الانتخابات ما بين رئاسيه او استفتاء او انتخابات تشريعيه واضحه. على كل حال هذه ارقام اكيد واني باش تكون موضوع نتاع تحاليل نتاع دراسه، واحنا كهيئه مطالبين كذلك وان باش نقوموا بتقييم وباش نقوموا بدراسات، لان مطالبين اصلا بان باش نقوموا بتقارير على ضوء كل هذه المسارات وباش تكون فيها توصيات اكيد. على كل حال هذه هي الارقام الرسميه وباش تكون موضوع نتاع تحاليل ونتاع دراسات في خصوص نسب المشاركه واختلافها
بحسب اختلاف نوعية كل المسارات الانتخابية. بخصوص الجانب متاع الحملة والخروقات إن وجدت، أكيد وأنه مجلس الهيئة قبل إصدار هذه النتائج عنا الحق في 3 أيام، 5 و6 و7 فيفري، معناها الإعلان عن النتائج باش نترقبوا وصول التقارير باش جينا من أعوان رقابة الحملة اللي فيها رقابة على سلوك المترشحين أثناء كامل فترة الحملة الانتخابية اللي وقعت تخصيصها. عندنا 700 تعاون رقابة حملة باش يرفعوا تقارير في خصوص رقابة الأنشطة، رقابة التمويل، في خصوص وحدات متاع الرقابة الموجودة بالهيئة المركزية، وحدة رقابة الصحافة المكتوبة الإلكترونية، الفضاء المفتوح، التغطية الإعلامية، كلها يلزمنا نطلعوا عليها ونقروها. وإذا كان ثم مخالفات أكيد عندها تأثير وعلى نزاهة العملية الانتخابية، لن نتردد مجلس الهيئة في إمكانية متاع إلغاء جزئي أو كلي للأصوات أكيد. وإذا كان ثم مخالفات باش تكون فيها شبهة جرائم انتخابية باش تقع إحالتها للنيابة العمومية، لكن هذا باش يكون بعد دراسة كل هذه التقارير إن شاء الله، وباش نعلمكم بها في أثناء الإعلان على النتائج الأولية للانتخابات المجالس المحلية. وشكرا. شكرا. تفضل سيدة نجلة. شكرا سيد الرئيس. حبيت نعرج شوية على النسبة. النسبة العامة هي قلنا مبدئيا في حدود 12.44%، هي قابلة تنجم تكون تزيد شوية، ولكن راهي نسب معناها متفاوتة بين الولايات. راهو تونس الكبرى كما قلنا وأرينا بن عروس تتفاوت النسبة بين 4 و6%، ولكن رانا سجلنا في جهات أخرى، مثلا ولاية سيدي بوزيد النسبة في حدود 26%، زغوان في حدود 22.5%، القصرين 21%، المهدية 20.5%، يعني هذه نسب أكثر محترمة، معناها مش النسبة هذيك، النسبة العامة 12.44. وديما رانا نعاودوا ونأكدوا وجب الأخذ بعين الاعتبار التسجيل الآلي اللي هو في حدود زملين تونسي اللي تسجلوا آليا، معناها مش اختياريا. هذوما ثبتت التجربة أنهم ما يتفاعلوش ما يخرجوش حتى كان خرجوا منهم، يعني بين 40,000 و100,000 هذو زملين اللي احنا زدناهم وراو بالقانون زدناهم. بطبيعة الحال نسب قريبة أكبر شوية من التشريعية الأولى. التشريعية الغرفة الأولى تركزت وتخدم وقائمة بواجباتها. المهم هو في الأخير هو إرساء المجالس المحلية اللي باش يكونوا إن شاء الله في حدود 279 مجلس محلي. النسبة ماهيش باش تأثر وعمرها ما كانت تتأثر، باش تترسل المجالس الكل إن شاء الله، ومن بعد تصير انتخابات غير مباشرة، معناها لإرساء 24 مجلس جهوي، 5 مجالس أقاليم، انتهاء إلى الغرفة الثانية اللي هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم. هذوما توانسة زادا نحترموهم، وديما رانا نقولوا ونعاودوا ونأكدوا أن نجاح كل العمليات والمسارات الانتخابية راهي مش الهيئة فقط مسؤولة عليها، راهي مسؤولية الجميع اللي معناها لإنجاح أي مسار انتخابي. نبدأ بالإعلام، معناها المواطنين، الناخبين، التونسيين، المجتمع المدني، هذه مجهود متاع الناس كل لإنجاح أي مسار انتخابي. وثبت بالكشف أن الشعب التونسي هو شعب رئاسي بامتياز، يعني هو يمشي أكثر ويقبل أكثر على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية. بهذه الحاجة اللي حبيت نعرج عليها في خصوص المخالفات والجرائم الانتخابية. بالنسبة للمترشحين لم نسجل معناها مخالفات ترتقي إلى شبهات جرائم، معناها هم عملوا حاجات بسيطة، أفعال بسيطة، مثلا استعمال العلم شعار الجمهورية، معناها التعليق خارج الأماكن المخصصة من الهيئات الفرعية، عدم الإعلام بالأنشطة وقعت تنبيه عليهم أو إزالة ذلك التعليق. بالنسبة للمخالفات الكبيرة، تعرفوا أنتم لمركز الرصد للمخالفات اللي فيها 4 خلايا، هذا يرصد معناها جميع المخالفات، معناها خلية السمعي البصري، الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الفضاء المفتوح، كذلك خلية مراقبة تنظيم الحملة. رصدنا في الحقيقة مخالفات وشبهات معناها ترتقي إلى جرائم، تخص معناها صفحات الفيسبوكية، صفحات المواقع الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أو كذلك على منصات الإلكترونية. فما إحالات فعلا، فما عنا إلى حدود 2 فيفري مازلنا ما حسبناش فترة الصمت الانتخابي، هذيك باش نعطيكم بعد فيها معناها النسبة. حلنا 14 شبهة جريمة، معناها عملنا 14 شكاية وحلناها للنيابة العمومية، هذه جرائم معناها يمكن أن ترتقي إلى جرائم بطبيعة الحال باش تكيفها النيابة العمومية ومن بعد القضاء باش يبت فيها.
الحقيقة ترذيل العملية الانتخابية، الإساءة للهيئة، القذف العلني، الثلب، نشر الأخبار الزائفة، تضليل الناخبين، نشر الأخبار المضلة. بطبيعة الهيئة بتتعامل، راهي تبقى القانون تتعامل مع الناس الكل دون اعتبار الأسماء أو الجهات. كلما ثبت معناها هناك معناها مخالفة أو معناها شبهة جريمة، راهي الهيئة لن تتوانى في إحالتها على أنظار النيابة العمومية. وبطبيعة الحال القضاء معناها سينظر وسيقرر، بطبيعة سيكون معناها هو باش يفصل الفيصل في الأخير. ولكن الهيئة راهي معناها مش بتسكت معناها على الإساءة، ثم حاجة ظاهرة مخالفات ترتقي إلى جرائم. بطبيعة الحال القضاء هو الفيصل، وفما حتى زاد شبهات معناها جرائم معناها حتى اعتداء على الأخلاق الحميدة، ترذيل المشهد الانتخابي، الإساءة إلى المترشحين، سبهم، قذفهم، هذا الكل ممنوع. هذه الكل جرائم انتخابية ما تشرفش. وبطبيعة الحال الهيئة معناها تعمل على تطبيق القانون على جميع المتدخلين، هذاك ضمانا لشفافية ونزاهة المسار الانتخابي. وشكرا. إذا إن شاء الله مش يكون عندنا لقاء أخير للإعلان على النتائج الأولية للدور الثاني، سيتم إعلامكم به في الإبان. إن شاء الله نتوقعوا موفى فيفري، مش يتم تركيز 279 مجلس محلي في 279 مجلس أو في 279 معتمدية، وأيضا في شهري مارس وأفريل نتوقعوا باش يتم تركيز باقي المجالس، 24 مجلس جهوي، 5 مجالس أقاليم، والمجلس الوطني اللي جاته الأقاليم اللي إن شاء الله يرى النور في بداية أو منتصف شهر أفريل 2024. شكرا لكم مرة أخرى على الحضور وعلى المتابعة، وإلى اللقاء. شكرا.